السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز جديد لماكس هاروي على خصمه آرنولد آلن، والذي كان امتحان صعب بهذا الأخير. فوز آخر في فئة الوزن الريشة يضعه في وضعية لا يحسد عليها ومستقبل غامض. نبدأ حلقتنا لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى لندخل في صلب الموضوع مباشرة، لكن قبل ذلك لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة. انتهت المواجهة بين ماكس هالوي وخصمه القادم بقوة آرنولد آلن بفوز ماكس بقرار الحكام، وكان فوز مستحق حيث اعتمد ماكس هالوي على الحركة الدائمة والدخول والخروج من الرينج والصندوق، النفس الطويل والكارديو، وهذه المرة أيضا اعتمد على الكيكس بحيث كان سببا في عدم ترك خصمه يبني ريتم ويخرب عليه محاولة إيجاد توقيت. تفوق ماكس في عدد الضربات المهمة في معظم الجولات، لكن الحدة والقوة كانت في صالح خصمه آرنولد آلن. مع ذلك كلنا نعرف أن ماكس هالوي هو مقاتل فوليوم، وتم شرح هذا المصطلح في تحليل قتال محمد بلال فاشون بريدي لمن لم يرى ستجدونه فوق في الكارد. وبالتالي كان دائما ماكس متقدم في الجولات ودائما عامل ضغط نفسي وجسدي على خصمه. لم نرى الجديد من ماكس، هذا هو أسلوبه كعادته عكس خصمه الإسحاق. كما قلنا كانت القوة في صالحه، لكن مع خروج ماكس ودخولي وتحرك الدام كما أيضا أسلفنا لم يستطع بناء توقيت ولم يستطع بناء ريتم. مع أنه كانت لديه لحظات كانت خطيرة على خصمه إلا هو لم يبني عليها، خاصة الكيكس عند خروج ماكس من الرينج كانت تصيبه عدة مرات، إلا أنها كانت متفرقة هذه اللحظات ولم تغير من نتيجة الجولات، أو استطاع ماكس الرجوع والسيطرة على مجريات القتال. يعني كان يدخل الجولات بشراسة ويظهر أنه سيحدث فارق في تلك الجولة، إلا ما سرعان ما تتلاشى تلك الشرارة ويعود ماكس يركب القتال ويتقدم. نقدر نقول أن هذا الأمر نجح في الجولة الثانية والأخيرة فقط. كان صحيح ماكس كان متقدم، إلا أن لكمات آرنولد كانت هي اللي لديها صدى في الجولة وأيضا الجولة الأخيرة، بحيث الآن انشد على نفسه ودخل الجولة بنية الإنهاء. هذا كلام بسيط تحدثنا فيه عن القتال. بالنسبة لي ماكس هالوي فاز بثلاث جولات لم يفز بأربعة، خاصة الجولة الثانية بالنسبة لي كانت بقع وصدى لكمات آرنولد هي الأكثر. مع ذلك هذا الأمر لم يغير في نتيجة القتال يعني، وفوز مستحق لماكس هالوي. الآن بعد فوز ماكس هالوي على مستجد آخر وخسارته من البطل سابقا لثلاث مرات، فهو يقبح حاليا في منطقة البرزخ إن صح القول، فلا يمكنه قتال على اللقب حاليا. وأيضا كل مرة سيفوز على مستجد فتصنيفه في المركز الأول تصنيف مستحق بدون نزاع، يعني لا يملك ماكس حاليا عدة خيارات. فالبعض وهذا ما يدور في الساحة، يا إما يصعد للوزن الخفيف، يا إما ينتظر مواجهة البطل القادمة وما ينتج عنها، يا إما يبقى يقاتل كجيت كيبر، وهذا المصطلح يقصد به أنك أنت المقاتل الذي تحكم به عفوا المنظمة على مقاتل آخرين إن فازوا عليك أو لا. فإن فازوا عليك فهم ينتمون إلى توب 5 أو 20 ولهم المستوى على القتال مستقبلا على اللقب، وإن خسروا مستواهم لا يسمح لهم بذلك. فصعوده للوزن الخفيف حسب رأيي صعب جدا، لأنه لما صعد سابقا عفوا كان فارق القوة وفارق الحجم واضح بشكل رهيب، وخاصة الحروب التي مر عليها والدمج الذي مر عليه لا أظنه يستطيع مجالات قوة مثل هذه. وقد رأينا في قتاله ضد داستن بوري استطاع داستن الإخلاء بتوازنه أربع مرات في جولتين فقط، وهذا لم يحدث مسبقا لماكس هالوي في فئة الوزن الريشة. وأيضا كون حاليا في مسيرته لا تستطيع، صعب جدا أنك تقول ماكس هالوي يرجع يقوم بمسيرة من الصفر، يعني يقاتل مستجدين جدد عفوا في الوزن الخفيف، وهي وخاصة هذه الفئة صعبة جدا مليئة بالقاتلة مقارنة بقوته في فئة وزن الريشة. مع ذلك حسب رأيي فالأفضل أنه يبدأ يقاتل على أقل توب 5 أو توب 10، يبني به مسيرته، يبني به تكييف جسده هناك. والخيار الثاني ينتظر مواجهة أليكس فولكانوفسكي ضد دايا رودريغيز، ويتمنى أن يخسر أليكس فستكون لديه فرصة كبيرة جدا للعودة للقتال على اللقب في وزن الريشة، خاصة أنه فاز على دايا رودريغيز في الماضي. مع ذلك أن يستبعد جدا خسارة البطل، كون حاليا لا يوجد أحد في مستوى أليكس فولكانوفسكي في التوب 10 في وزن الريشة يعني. هذا أمر مستبعد. والخيار الثالث يبقى يقاتل المستجدين القادمين كجيت كيبر، وهذا حقيقة تضيع لموهبة قتالية كماكس هالوي. يعني حاليا يقدر بالنسبة لي أنه يصعد للوزن الخفيف ويبقى في الوزن الريشة، يبدأ يدرب ضد مقاتلين في التوب 10
يبني مسيرته، يستطيع تكييف جسده، يبدأ يبني عضل لمجاراة هذا الجسم، والله أعلم ربما يستطيع مستقبلا القتال على اللقب، خاصة أن عمره ما زال لم يلحق البرايم، وهذا رأيي والله. إلى هنا تنتهي حلقتنا، كالعادة نذكركم بالاشتراك وزر اللايك ودعمنا لتكبر القناة، أرجو أنها عجبتكم، نلتقي في فيديو آخر، لا تنسوا إخوانكم من الدعاء، السلام عليكم.